سينجو. لذلك النبي يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى إنك أنت هنا تكون مدرك للمعنى ده. لذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طب هو الشيطان وعد الناس بإيه؟ وعد الناس بالسعادة وبكذا وبكذا، وإن أنت تتملص من القيود وتتنصل من التكاليف. هو حيقول كده بقى في القيامة، يقول فوعدتكم فأخلفتكم. وربنا عز وجل في سورة إبراهيم يقول وغر في سورة لا مش إبراهيم وغرهم بالله الغرور، سورة إيش هذه؟ الحديد. وغرهم بالله الغرور، لأن ربنا عز وجل يقول وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم من دولت الناس، يحصل هنا الناس اللي هي الصور جوا رحمة وباطنه من خلف يعني من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا مش كنا معكم؟ قالوا بلى، ايوة كنتم معنا، كنتم معنا في الدنيا وكنتم بتسمعوا زينا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. شوف بقى فتنتم ايه؟ أنفسكم، انت فتنت نفسك. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله من الغرور. يقول وعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان. بقول لك أنا ما كانش لي عليك سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني. طب نلوم مين؟ ولوموا أنفسكم. اسمع، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بقول لك إيه؟ لوم نفسك بقى، أنت مش مكلف وربنا كلفك بتكاليف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك سبحانه صلى الله عليه وسلم تكاليف الرب عز وجل، ولم يجر عليك القلم إلا لما اكتملت وبصلت سن البلوغ وكنت تعقل وكلفت وأمرت ونهيت ووضح لك السبيل وبين لك أن السبيل عليه أعداء يتربصون بك وهناك نهي. أنت ما تلومش على نفسك بقى، لوموا أنفسكم.